بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات متابعي شبكة الكفيف التقني العراقي، مساكم الله بالخير والعافية. نستكمل معكم دورة تعلم استخدام الحاسوب. وصلنا وياكم إلى موضوع جدا مهم ومفيد، اللي هو كيفية رفع المحتوى على الانترنت. اليوم محاضرتنا راح تتناول الرفع، شلون ارفع مواد على الانترنت واشاركها ويا الاصدقاء، وشلون احتفظ بملفاتي. مثلا انا عندي ملفات اريد افرمت الحاسبة او اخاف عليها من التلف فارفعها على الانترنت حتى احتفظ بها. نتمنى لكم وقت مفيد ان شاء الله ويانا. نبدأ على بركة الله. راح نتعرف على 3 مراكز رفع. الموقع الأول اللي راح نتعرف عليه هو مركز تحميل الخليج. هذا الموقع بسلبيات وبإيجابيات. إيجابيات السهولة، موقع سهل جدا ممكن ترفع به حتى بدون تسجيل. الشيء الثاني ما يلاحق المحتوى المكرك، مثلا ترفع كراك انترنت داونلود مانجر، ترفع كراك للويندوز فترفعه على هذا الموقع، لأن الموقع اللي راح نستعرضه الباقيات وهي غالبية المواقع الأجنبية تعترض على البرامج المكركة مثل موقع الارشيف والجوجل درايف والدروب بوكس. اذا برنامج بيكراك مشكلة، يعني احيانا يحضرونه احيانا يصير مشاكل بالرابط. فهذا الموقع احنا راح نستخدمه لرفع البرامج المكركة، لانه هو بصراحة ما مأمون، يعني على ساعة يحذفون الملفات على ساعة يتوقع. لان اتذكر احنا صارت يعني قصة ويا مركز الخليج، كان موقع رائد بوقتها وكل المنتديات قامت ترفع عليه وكل الأخوة قاموا يرفعون عليه، فجأة بدون سابق إنذار توقف الموقع وراح المحتوى ماتنا رفعنا كله راح. فإحنا ما نعتمد على هذا الموقع، نعتمد عليه فقط بأشياء اللي ما تقبل بها المواقع الأجنبية مثل الكراكات وما شابه. فحتى ما راح نسجل به، راح نرفع كزائر، راح نكتب بالبحث مركز تحميل الخليج. طبعا اللي يحب يسجل ممكن يسجل، لكن للأسف هو يطلب التحقق وإضافة الويفجم حاليا متوقفة، وهو ما بيوصل التحقق غير الصورة. ميم زي مركز ف يا لا لا خ لا يا لام جيم الخليج مغلقة مركز نص رقم 3 مركز الخليج لرفع الصور والملفات مركز الخليج. نريد هذا، احنا نريد النتيجة الثانية اللي هو يسميه مركز رفع من الخليج الى المغرب. Top 40P مركز التحميل ورفع الصور والملفات من Top 40P. Top 40P هذا مركز رفع من الخليج الى المغرب، هو هذا اللي نريده. Top 40P مركز التحميل ورفع الصور احنا قلنا راح نرفع كزائر ما راح نسجل، فمباشرة راح ندوس اللام الف، راح نروح على تصفح تصفح زر تصفح نضغط عليها راح يفتح لنا الكمبيوتر حتى نختار ملف، راح نرجع شفت وتاب طريقة عرض العناصر قائمة الرأس رأس موضوع نرجع بعد مرة ثانية مرتين نرجع 001 الفاتحة غير محدد افرض هسه هذا ملف أرد رفعاني طبعا هو فتح لي نافذة التصفح بس أنا سابقا متصفح فهو وداني على نفس المجلد اللي أنا رحت له سابقا. فأنت راح رجعك على الكمبيوتر تختار من عنده المكان اللي انت حاطه ملفاتك. فافرض احنا هسه نريد نرفع هذا الملف، راح ارفع هذا الملف لانه صغير. مستندات محمد صديق المنش طريق 0001 الفاتحه اضغط عليها تاب فورتك راح امشي بالباء، لكن احيانا من دوس الباء ما يمشي. شو هسه باء فشو سوى تمشي تاب وحده تاب فورت بعدين دوس باء انا اقر بموافقتي على اتفاقيه الخدمه مربع تحديد غير محدد هاي لازم تحددها انا اقر بموافقتي على اتفاقيه الخدمه محدد تحددها وتروح على رفع الملفات رفع الملفات زر رفع الملفات جدا سهل موقع فتشي يعني بس ما مأمون على ساعات تنحذف كل المحتويات اللي بيه تنبيه تحريري للقيم هو رفع الملف مباشرة طبعا هو ما يطشر التقدم لما يرفع لذلك انا ما استعرض لك شر التقدم فقط يقول لك لودينج لودينج ويبقى لودينج ما ينطشر التقدم بني يكمل يطلع لك هاي النافذة تعليمات تم تحميل الملف بنجاح رابط الملف تحريري للقراءة فقط HTTPS هذا الرابط تفتح التحرير هذا تحدده Select All Select All HTTP وتنسخه
كوبي. وتحتفظ به، تفتح مفكرة وتحتفظ به، لأن أنت بعد ما راح تقدر توصل لها، أنت رفعت كزائر بعد ما تقدر توصل لهذا الملف، لو مسجل ممكن تطبع على ملفاتك وتسحب الرابط مثل ما راح نشوف بالمواقع البقية. هاي طريقة الرفع بموقع مركز رفع الخليج، شفتوها كلش سهلة. راح ننتقل إلى طريقة التسجيل والرفع بموقع الأرشيف. موقع الأرشيف موقع راقي، موقع يحتفظ بالملفات، يعني ملفات صار لها سنين بالموقع موجودة، يدعم استكمال التحميل، ممكن تدير ملفاتك بكل سهولة، أو ينطيك رابط مباشر. هسه شفتوا بالمركز رفع الخليج والدروب بوكس والميديا فاير ما ينطي رابط مباشر، حتى الماي كلاود والجوجل درايف. الأرشيف لا، الأرشيف ينطي رابط مباشر. راح نشوف شلون نسجل بالأرشيف وشلون نرفع عليه. راح نكتب بالبحث موقع الأرشيف، شريط اتصل موقع الأرشيف، ميم القائد المحدد و لام را شين يا فا أرشيف تاب فور تبي موقع الأرشيف بحث الصفحة برقم 3 Internet Archive Digital Library of Free Books موقع الأرشيف. Internet Archive هو هذا الموقع، انترنت اركايف اول نتيجه تطلع لك. انترنت اركايف ديجيتال لايبراري اوف فري بوكس موفيز ميوزك واي باك ماشين. راح نمشي بالنون الى بيرسون ساينين. ساينين اباي واي باك اباوت كونتاكت بلوج بروجكت هيلب دونات تيرمز جوبز فولنتير بيبل ويب تكست موفي اوديو سوفتوير ايمج لوجو سيرش خالين ابلود بيرسون ساينين person sign in ورا الابلود نضغط عليها. هسه احنا اذا عندنا حساب راح نكتب الايميل مالتنا والباسورد باللوجن، لكن احنا هسه حاليا ما عندنا حساب، فراح نروح على register free. forgot your password register for free. طبعا نمشي بالنون register free، تسجيل مجاني. نضغط عليها وننتظر تفتح الصفحه. web الان الصفحه فتحت، راح نمشي بالباء search the archive search zip search meta search full search search n تحريري بإكمال تلقائي. أول مرة بتعرف شو شنو نصعد لي فوق. your email address verification required. يقول email address والتأكيد مطلوب، يعني دخل email ومطلوب من عندك تأكيده. زين راح نكتب email www8458919 www.8million@gmail نقي. راح نمشي تحريري بإكمال تلقائي. choose a screen name displayed with your reviews. اليوزر هنا الاسم تحريري نكتب بالإنجليزي ahmed991. راح نكتب الباسورد، نمشي تحريري choose a password تحريري choose password نكتب نجمة يقبل مثلا 6 ارقام وحرف مثلا 1 2 3 مرتين s h h نجمة تحريري ما confirm password اعادة الباسورد. يقول تحريري نجمة نمشي بالباء send me general announcements from the internet archive approx. هاي خليها غير محدد. Send me announcements about Internet Archive events in the San Francisco Bay Area. مربع تحديد غير محدد. وهاي هم غير محدد، يقول أرسل لك أخبار على الإيميل، ما نحتاجها. زين راح نمشي يرجن كتابة النص تحرير. هنا يطلب تحقق، لكن هو شنو ضايف لك التحقق الصوتي. راح أصعد لي فوق، يقول الحصول على اختبار التحقق من الصوت. أصعد لي فوق خال مساعدة الحصول على تحد صوتي. الحصول على تحد صوتي ضغط عليها، راح يقول لي اكتب ما تسمع. نسمع الأرقام ونكتبها. اكتب ما تسمعه تحت. اثنان واحد سبعة سبعة ثمانية خمسة ستة ثلاثة أربعة أربعة ثمانية تسعة اثنان ثلاثة ثلاثة. هذا التحقق كتبناه. زين نمشي. I've read and agree to Internet Archive's terms of use. مربع تحديد غير محدد. هاي نوافق عليها، يقول موافق على اتفاق الخصوصية. محدد. وننطي. Get library card. زر. Get library card. يعني التسجيل هي. حصول على مكتبة أو هيك شيء يعني. تنبيه أتريد أن. تنبيه. زين.
هسه نروح نأكده، اجتنا رسالة على الايميل بها فيريفاي، نروح نأكد الرسالة اللي اجتنا على الايميل مثل ما شفنا بالتسجيل المنتدى الكف المصري نفس الطريقة، نروح نأكده. هسه نروح للجيميل حتى نأكد الحساب. فاتحين الجيميل، راح نروح على صندوق الوارد، نمشي بحرف الالف مثل ما قلنا، خيارات جيميل البريد الوارد 4 جهات 3 لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات تحديث. Welcome to Internet Archive. Hi, I'm at 0099. Welcome to Internet Archive. جاتنا رسالة من الأركايف، نفتحها. Gmail. Welcome to. راح نمشي بالألف إلى أن نوصل عنوان الرسالة. خيار Internet Archive. لا يوجد المزيد من. Welcome Internet Archive. Internet Archive. ننزل هسه بالنون. رد إعادة تباع الحذف عرض ال. HTTPS Archive Org Account Verified. هذا الرابط اللي جاي بالرسالة، نضغط عليه. Redirecting Mozilla. Email verification. Skip to main content. Web. يقول email verification. هسه تأكد الإيميل. هسه ننتقل للمرحلة الثانية، شلون نرفع عليه بعد ما سوينا عليه حساب حتى نقدر ندير ملفاتنا ونقدر ناخذ الرابط بأي وقت. راح نروح شلون نرفع عليه. هسه احنا أكدنا الإيميل، راح نرجع ندخل على الموقع مرة ثانية حتى نسجل دخولنا ونرفع المحتوى اللي نريد رفعه. راح نكتب الموقع بالبحث، موقع الارشيف. غين سمعت واو ميم واو قا عي وقع ال را شين يا سا الارش موقع الارشيف بحث جوجل انترنت اركايف ديجيتال لايبراري اوف فري بوكس انترنت اركايف، ندخل عليها ونروح على ساين ان اللي دخلنا عليها من ساعة وسوينا الحساب. انترنت اركايف نمشي بالنون الى ساين ان. Log, project, help, donut, terms, job, volume, people, web, tech, movie, audio, soft, image, logo, search, خلن, upload, person, sign in. نختار sign in. Log in to the Internet Archive Mozilla file. Select all. فتحنا حق الكتابة الإيميل، نكتب الإيميل. Paste. Password. Select all. نجمة. نطلع نخلي هذا مربع التحديد مال تذكرني. مربع تحديد محدد. هو متحدد، نتأكد من عنده خاف ما متحدد. زر لوجن. نعطي لوجن. Terms of Service Web 302. هسه انفتح عندنا الموقع وسجلنا دخول، راح نروح ندور على أبلود حتى نرفع. أبلود، نمشي بالنون أيضا. هذه الأبلود نضغط عليها. بعد ما ضغطنا على الأبلود طلعت لنا صفحة ثانية، راح ندور بها على upload file، راح نروح هم بالنون الى upload file. upload files، دسنا اول شيء على upload بعدين نروح على upload file وهاي كلها بالنون. هسه راح نضغط اللام الف حتى نختار file، يقول choose file to download، نضغط اللام الف اللي تنقلنا بين الازرار. search zip choose files to upload zip choose file to upload، نضغط عليها راح يفتح لنا التصفح رفع الملفات محاورة اسم الملف. راح نرجع شفت تاب مرتين. طريقة عنصر تحقيق طريقة عرض هذا الكمبيوتر ونختار ملف من الكمبيوتر. طريقة عرض العناصر قائمة، هو رجعنا مباشرة على سطح المكتب. راح نمشي المجلدات سطح المكتب وين دي طريقة عرض العربي ميم مجلد جديد محمد صديق المنج مثلا. هم نرفع هذه حتى للتجربة لأن الملف صغير. 0001 الفاتحة upload to internet archive. بس هنا شوية اكو نوع من التعقيد، اكو بعض المربعات يريد لازم تمليها حتى ترفع الملف، ركزوا وياي حتى ان شاء الله ما تكون المسألة صعبة عليك. options. اول شيء يقول page title، عنوان الهاي الملف شو تريد تسوي. page title. title of the page. طبعا من تدوس على هذا العنوان راح يفتح لك مربع التحرير الخاص بي. هو ماكو مربع تحرير بداية بس من تدوس عليه ينفتح. فهو كاتب مثلا 001، راح نكتب احنا اسم فنكتب للتجربة. فالحقل الاول اللي هو بيج تايتل اللي هو اسم الملف. هذا اسم الملف، نمشي. تحريري بإكمال تلقائي أمد. هاي للتجربة كتبنا. هاي عوفها. HTTPS archive org details www.8000 description. هاي الديسكريبشن تضغط عليها وتمشي بالسهم راح تلقى مربع تحرير.
هذا. عنصر خارج المستند يمكن تحريره وسوي خارج المستند قائمة عنصر خارج القائمة مستند يمكن تحريره وسوي 0HT تمشي بالسهم إلى أن توصل هذا مربع التحرير. خارج القائمة مستند يمكن تحريره وسوي 0HTTP هذا ما أعرف، يريدني أكتب بي فتشي، يريدني أكتب بي موقع، ما أعرف شو المقصود بي، بس أنا شو أكتب عادة؟ أكتب www.google.com. شو المقصود بي ما أعرف بصراحة. www.g.com راح نمشي بالسهم بعد هذا مربع التحرير اللي كتبنا ب www.google.com. اي شيء تكتب اي شيء، يعني هو ما اعرف هو يريد يكتب موقع او هيك شيء. مربع التحرير اللي بعده هذا الكلمات الدلاليه، شلون ذكرنا بالمنتدى قلنا نخلي فد كلمات شائعه للموضوع مالتنا حتى تظهر بالبحث. هاي هم يريدك تكتب بيها، نضغط عليها راح تفتح مربع تحرير. تحريري باكمال تلقائي، نكتب اي شيء تكتب انت شنو موضوعك مثلا. المشكله الكلمات الدلاليه تكتبها بالانجليزي، فأنا راح أكتب هيك عشوائي يعني أي شيء. إحنا بس نريد نرفع الملف حتى نأخذ الرابط، بس هو شوي معقد المسألة. راح نمشي creator المنشئ، هذا يقول المنشئ منه، هنا لازم تكتب اسمه. creator of the content يقول منه منشئ هذا المستند، لازم تكتب A-H-M-E-D. أي شيء قلنا هاي تكتب حتى لو حروف إنجليزية عشوائية، يعني مو فد شيء مو ضروري يعني. هسا احنا مشينا بالسهم، طلع لنا كريتر، ضغطنا عليها، فتح مربع التحرير، كتبنا الاسم، راح نمشي. هنا الديت، هنا تاريخ الانشاء للمستند، لازم تكتبه. يعني هاي خطوات الزاميه اذا ما تمليها ما يرفع الملف، يقول لك املا الحقول. فتحنا ثلاث حقول، الحقل الاول تحريري باكمال تلقائي هو السنه، اكتب السنه 2017. الحقل الثاني والثالث ان اليوم والشهر، فانت تكتب مثلا 0 0 6 ستة صفر ستة. هذا فد شيء مو ضروري، لكن هو الموقع يريده. يعني مثل ما قلنا إذا ما تملي هاي الحقول ما يعبر، ما يتجاوز الخطوة التالية. نمشي collection. collection هذه نوع الملف، نوع شنو مثلا، صوت أو برنامج أو شنو. نضغط عليها راح يطلع صندوق خيارات جواها. صندوق خيارات شوف community software community audio أكو audio software pick a collection community text. انا هخليها هسه اوديو لانه الملف اللي رفعناه صوت. community audio نمشي test item no هاي خليها من غير بيها. language language لازم نختار، ندوس عليها وننزل اكو جواها صندوق خيارات. صندوق خيارات english choose one english. طبعا هو ما مختار، فانت لازم تختار لغه من عندهن. هسه كملنا الحقول الاجباريه اللي يطلبوها من عندنا، راح ندوس على upload، راح نضغط لام الف select files to upload and create your item zip upload creator item غير متاح. راح نشوف شنو يطلع لنا. please provide instruction save this please wait while your page is being created. شوف يقول please wait page created، ده يسوي 001607 600 please wait save this metadata please wait while your page is being created. ننتظر. هسه احنا سوينا، رحنا على upload، بعدين رحنا على upload file، بعدين رحنا على choose file واختارينا file ورفعنا، كتبنا عنوانه بالبيج تايتل، بعدين ضغطنا على description وطلعنا مربع تحرير بالاخير كتبنا ب www.google.com، بعدين وراها الكلمات الدلالية كتبنا. طبعا كل كلمة نضغط عليها يتحرر مربع تحرير اللي جواها يطلع. بعدين رحنا على creator المنشئ، كتبنا اسم، بعدين رحنا على date ضغطنا عليها طلع الحقل الاول ب السنة، الثاني الشهر واليوم كتبناهن. نوع الملف اختارينا اوديو، طبعا حسب نوع الملف اللي عندك. ورا اللانجويج اختارينا انجليش وضغطنا على الداونلود. هسا نشوف الصفحة كملت. اومد free download streaming internet archive مستند skip to main content. هسا هو مباشرة الرفع، ممكن تاخذ الرابط مالته وتطيل الاصدقاء. ننزل بالنون favorite edit gear manage اومد الفاني و english plus circle write a review download one file. يقول download one file، بس هو ينطي عدة روابط، ينطي رابط torrent وينطي رابط مباشر، فأنت لازم تعرف إنه لمن تأخذ الرابط يا رابط راح تأخذه. شوف هسه هذا قال download file download one file جواها، ننزل بالسهم torrent download torrent download، إحنا ما نريد هذا الرابط مال torrent. ننزل بعد download one file هم download one file، شوف جواها إيش مكتوب vbrn3 download. انطانا صيغة الملف هو هذا زين. راح هذا اللي
داونلود وان فايل، ننطي ابلكيشن قائمة او ننسخ الرابط. افتح انسخ مكان الرابط عمل ننسخ مكان الرابط، نسخنا ننطي للاصدقاء. افرض احنا ضيعنا الرابط مالتنا، راح نروح على المكتبه مالتنا باعتبار احنا سجلنا دخول، فشلون نروح على المكتبه حتى ناخذ الرابط ونشاركه مره ثانيه؟ حتى نروح للمكتبه راح نضغط النون الى ان نوصل الى الاسم اللي كتبناه. مثلا انا كتبت احمد، راح نمشي ورا الابلود تلقاها هذه، تضغط على احمد راح يطلع لك قائمه بها كلمه ماي لايبرري. طبعا ضغطنا عليها فتحت لنا كانه مربع تحرير، مشينا بالتاب طلعت لنا ماي لايبرري. ماي لايبرري نضغط عليها راح يفتح لنا المكتبه مالتنا اللي بيها ملفاتنا اللي رفعناها. راح نمشي بحرف الالف الى ابلود، نلقى كلمه ابلود نسمعها. احمد اركايف 6 ميديا توبكس كولكشن كرييتر يوزر 5 لانجويج ابلود ابلود. راح نمشي بالنون راح نلقى ملفاتنا اللي رافعيها احنا. كوميونيتي سوفت مايكروسوفت كوميونيتي سوفت وير مايكروسوفت اوفيس 2010 سايلنت مثلا هذا الملف. طبعا انا ما طبقت الشرح على الحساب اللي سويناه قبل شويه لانه احنا كتبنا اسم الملف اللي رفعناه بالعربي وهذا خطا، لانه اذا كتبته بالعربي ما راح يقرا لك اياه الناطق، من راح يدخل الموقع ما راح يقرا الناطق، فلما ترفع ترفع لازم بالانجليزي. فهي نفس الطريقه، احنا ضغطنا على اسم الحساب ورحنا على ماي لايبرري ومشينا بالالف الى ابلود، لقينا ملفاتنا اللي رافعيها مثلا هذا مايكروسوفت اوفيس، راح اضغط عليه مايكروسوفت اوفيس 2000 وراح امشي نفس الطريقه اللي من ساعه اخذنا بها الرابط. مايكروسوفت اد بريفيو سوفت وير مايكرو بلس سيركل اد ريفيو كومنت ريفيوز رايت ا ريفيو داونلود وان فايل داونلود وان فايل، راح نشوف جواها ايش مكتوب. رير داونلود رير داونلود يعني ملف مضغوط، هذا هو الملف اللي احنا نريده. جواها بعد داونلود وان فايل تورنت داونلود تورنت، التورنت مره يصير بدايه مره يصير ثاني واحد، فانت تشوف جوا الرابط شنو مكتوب وتنسخ الرابط اللي فوق، تضغط عليه وتعطي انسخ مكان الرابط. هذا اللي يهمنا بموقع الارشيف، موقع راقي تقدر تحتفظ بياناتك به وميزته انه يحتفظ لك بالملفات. راح ننتقل لشرح جوجل درايف. راح يبادر سؤال انه ليش يشرح موقع الارشيف وموقع جوجل درايف؟ موقع الارشيف اذا تريد ترفع ملفات كبيره راح تواجه مشكله. ليش؟ لانه هو يرفع عن طريق المتصفح، يعني اذا طفت الكهرباء راح تعيد الرفع من جديد، فهاي مشكله. مع انه بميزات مثل ما شفنا ويترابط مباشر، والملف اللي ترفعه ما راح يبقى على حاسوبك مثل هسه الجوجل درايف راح نستعرضه. لما ترفع الملف لازم يبقى على الحاسوب، اذا حذفته من الكمبيوتر مالتك راح ينحذف من الجوجل درايف، فكون تنتبه هاي المساله. بس قلنا انه الرفع مالته ثقيل ويعني اذا طفت الكهرباء لازم يعيد من جديد. راح ننتقل لشرح جوجل درايف. جوجل درايف عباره عن برنامج، بس المشكله الموقع جوجل درايف ما ينطي البرنامج بنسخه كامله، فلازم نثبت البرنامج، ننتظر شويه نقرا تثبيته وننتظر شويه يثبت من الانترنت مثل ما شفنا موقع ني نايت. راح نروح نشوف البرنامج، اسم البرنامج انستول باك اب سينك، طبعا هم غيروا اسمه كان اسمه جوجل درايف بالفتره الاخيره. هسه تروح على الموقع تنزل ينطيك هذا البرنامج، راح نضغط عليه. مثبت كلاود ديسك مثبت باك اب سينك محاوله جار التنزيل نص مثبت جار التنزيل مثبت باك اب سينك محاوله جار التنزيل باقي الوقت 2 دقيقه دقائق نص. طبعا هذا يعتمد على سرعه الانترنت وهذا الوقت مو شرط يكون صحيح، يعني نشوف على ساعه يتغير. شوف هسه مثبت باك اب سينك محاوله جار التنزيل باقي الوقت 2 دقيقه دقائق نص ننتظر. بعد ما اكتمل تنزيل البرنامج صارت النافذه بهالشكل هذا. مثبت باك اب سينك محاوله اكتمل التثبيت اغلاق زر ننطي اغلاق. بعد ما ضغطنا على اغلاق النافذه مالت البرنامج راحت، لكن نحتاج نوصل لها من شريط المهام حتى نضيف البريد الالكتروني ونسوي بعض الاعدادات بالبرنامج. فراح نروح شريط المهام بالضغط على قائمه تبدا واللام الف اعلان بشكل رتبتي عسكريه زر اظهار الايقونات المسافه وندور على كلمه لم يتم تسجيل الدخول تي دبليو 2 ان في ان في دي اداره سن الواح منطقه اونلاين سبيكرز مركز اعلان بشكل رتبتي عسكريه زر اخفاء تجاوز متيدا لم يتم تسجيل الدخول الاحتفاظ بنسخه احتياطيه والمزامنه من جوجل زر لم اضغط عليها مسافه مسافه لم يتم تسجيل الدخول الاحتفاظ ب امشي تاب مرحبا بك في النسخه الاحتياطيه واللائحه البدء زر
ننطي البدء. لإيحاء البدء زر مسافة مضغوط. بعد ما ضغطنا على البدء ظهرت لنا نافذة تسجيل الدخول. جوجل سجل دخولك ادخال بريدك سمارت فون. نكتب البريد 8 4 5 8 0. التالي زر. ننطي التالي. نكتب كلمة المرور. كلمة المرور سمارت فون نجمة نجمة تسجيل الدخول زر. طيب انتر. ننتظر. الرجاء الانتظار بضع دقائق. يقول رجاء الانتظار. طبعا مو بضع دقائق. لا. مرحبا بك في النسخ الاحتياطي والمزامنة الخطوة 2 من اصل 3 محاولة اختيار المجلدات من جهاز الكم مزيد. حسنا زر. نطي حسنا. مرحبا بك في النسخ الاحتياطي. مربع تحديد محدد. مربع تحديد مزيد من اختيار مجلد زر. مزيد من زر اختيار محدد. مزيد من. هي ما مقرأة من الناطق. فاحنا راح نمشي الى التالي. احنا اللي يهمنا هو هذا البرنامج نرفع به الملفات، فما راح نحدد هاي المجلدات والصور، اكو اشياء ما مقرأة من الناطق. فنضغط على التالي. مرحبا بك في النسخ الاحتياطي والمزامنة الخطوة 3 من اصل 3 محاولة مزامنة مزيد من حسنا زر. ننطي حسنا. مرحبا بك في النسخ الاحتياطي والمزامنة الخطوة 3 من اصل 3 محاولة تسجيل دخول الكمبيوتر المحمول الخاص ب جوجل درايف. جوجل درايف مزامنة لإيحاء مرب تغيير زر اختيار رجوع بدء زر. ننطي بدء. النسخ الاحتياطي والمزامنة. هسه تفعل عندنا الجوجل درايف. بعد ما انتهى التثبيت وتمت عملية تسجيل الدخول، هسه راح نشوف شلون نرفع ملف. رفع الملف بكل بساطة، تجيب أي ملف تخليه بمجرد اسمه جوجل درايف موجود باسم الحاسبة، مثلا اسم حاسبتك ادمن، تروح على الادمن تلقى مجرد اسمه جوجل درايف، تخلي بيه الملف وتنتظر رفع الملف. راح نشوف نجيب ملف، راح نروح على اسم الحاسبة هذا ادمن طريقة عرض ادمن، راح ندوس على حرف جي جوجل درايف. جوجل درايف طريقة عرض العناصر قائمة ديسكتوب. راح نلصق هاي الصورة مباشرة. بيست. ذكرنا انه الميزة الرائعة بالجوجل درايف انه اذا انطفت الكهرباء وانقطع الانترنت يرجع يستأنف التحميل لانه هو مرتبط بالحاسبة، لكن المشكلة لازم يبقى ملفك موجود هنا ما تحذفه من هذا المجلد، اذا حذفته راح ينحذف من الجوجل درايف. فانت اذا تريد ترفع ملفاتك تكمل كملت رفع، احذف الجوجل درايف من الكمبيوتر مالتك وبعدين احذف المجلد حتى ما يكتشف الجوجل انه انت حذفت الملفات، لانه اذا حذفتهن من هنا هسه مباشرة هو الحساب مرتبط راح يعتبر انه انت حذفتهن، فراح يحذفهن من الموقع. طبعا هو ينطيك 15 جيجا، ممكن ترفع عليه 15 جيجا، واذا تريد ترقق وانت تشتري يعني 15 جيجا كلش كافي. حتى نشوف حالة التحميل، هو للأسف ما يعطينا شريط تقدم، لكن نعرف انه اكتمل المزامنة اكتملت او لا. راح نروح شريط المهام ونشوف شو يقول. يقول جار المزامنة او اكتملت المزامنة. مركز سبيكر جار المزامنة 944 للاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة من جوجل زر. جار المزامنة. زين، هو هسه رفع لي تقريبا 9 ملفات، راح اجرب على واحد من عندهن اشوف شلون هذا المستند اقدر اشاركه. عملية المشاركة جدا سهلة هماتية. مثلا نشوف هذا المستند. قواعد النشر في ما ننطي ابلكيشن سياقي. ننزل بالسهم الى جوجل درايف قائمة فرعية. فتح جوجل درايف قائمة فرعية. نضغط عليها. مشاركة. للأسف هو موجود هنا مشاركة وأكو إمكانية يعني ننسخ الرابط، بس هذه ما مدعومة من الناطق، أحيانا ما مدعومة وأحيانا تظهر النافذة وتختفي. فإحنا نستخدم الطريقة الثانية اللي نقول له عرض على الويب. عرض على الويب. عرض على الويب. نضغط عليها راح يفتح لنا صفحة، بس إحنا المفروض مسجلين دخولنا بالجيميل بنفس حساب اللي سجلنا بيه بالجوجل درايف حتى يفتح لنا الصفحة وناخذ من عندها الرابط. راح نشوف الصفحة تفتح، نروح على المزيد ونختار مشاركة. قواعد النشر في زين. هسه نروح تاب شو جرى تحميل صفحة واحد حساب إطار نصي احتواء ضمن العرض تكبير زر جرى عرض قواعد شريط الأدوات تباع زر تنزيل زر مزيد من الإجراءات زر قائم. أكو تنزيل وأكو المزيد من الإجراءات. راح أضغط على المزيد من الإجراءات. مفتوحة قائمة قائم. أنزل بالسهم شريط الأدوات مزيد من إعادة تسمية الطفس إرسال تعليق تضمين عنص. طبعا ده أنزل بالسهم إلى أصل إلى مشاركة. إبلاغ عن مشاركة. نضغط عليها. جار التحميل محاورة مشاركتي مع الآخرين إطار.
ضغطنا على مشاركة، انتظرنا أن تظهر هذه النافذة. راح نمشي بالتاب إلى مستوى الدخول للأشخاص، تم زر تشغيل مشاركة الرابط. متقدمة رابط الحصول على مشارك الحصول على الرابط القابل للمشاركة، نسخ الرابط وتشغيل مشاركة الروابط رابط. اضغط عليها انتر، انتظر شوية. طبعا هاي حسب سرعة تم نسخ الانترنت، الرابط إلى الحاضر. هو يقول تم نسخ الرابط او الحافظة بس هو ما نسخ. هسه نشوف نقرأ الحافظة. طبعا اذا تقرأ الحافظة راح تدوس NVDA وحرف سي همزة على الواو. لا يوجد نص بالحافظة، يقول لا يوجد نص بالحافظة، بس هو الرابط ظهر على شكل مربع تحرير. شوف ادخال اسمائي او عنق رابط للمشاركة تحريري للقراءة فقط HTTPS. هو متحدد مباشرة تلك نسخة. كوبي راح نشوف HTTPS drive google conf هذا الرابط تحتفظ به أو تشاركه ويا الأصدقاء. لهنا تنتهي محاضرتنا، أتمنى ما أكون طولت عليكم. تقبلوا خالص تحياتي، محدثكم أحمد العرجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.